وهذا المصيد هذا سميتو مصيد الزعلولة، كتركب فيه الكوربين معروف عند الناس ديال اخ فنار كيقيس فيه الكوربين، و فاش كتضرب عليهم الكوربين هنا ضروري باش ما تمشيش لهم لهاد العوامه هذه، لهاد العوامه حتى الا ضربات عليك الكوربين ومشات لك شرقي لهاد العوامه هذيك الله يرحمها كان الله في عونها. عبد الحق راه قطعوا ليه جوج هنايا هاد الايامات هادو اللي كانوا هما بوحدهم، مشاو ليه نيت شرقي لهاد العوامه. اذا الحل ديال هاد المشكله هذا لقاو هو انه كيطلعوا فوق هاد الحجره هادي اللي هي كتزعلل هنا فين كيحاولوا يدوروا الكوربينه باش الدور ليهم غربي، شي الا دارت غربي صافي راه ديالهم تمكنوا منها غادي يجيبوها غيكرشوها، ولكن الا مشات حتى دارت شرقي صافي الله يرحم مشات. عاد كاين واحد السنسور خارج تحت هاد العوامه كدوز يا تحت منه يا فوق منه كتدير تتقطع السبيب واخا ما عرفتش شنو تكون رابط لها. الاخوان ديما المعلومات وديما المغامره معنا في اخ فنير، تتعيشوها معنا لحظه بلحظه، كنحاولوا نوصلوا لكم اي حاجه على اخ فنير بحكم الناس اللي ما عمرهم زاروا هذه المنطقه باش توصلهم المعلومات اللي كناخذوها هنايا وكنعرفوها كتوصلهم تما عبر الفيديوهات. ها حسني بتحرك كتزعلل كتزعلل والله لا بتحرك والله سارح هنا عمرو كيضرب هنا هنا في تحت فوت تفوت فيها هم يسميهم سيد الزعلولة هلا اخوان. هاد الحجرة هادي اللي مريحين فيها دابا راه فاش كيكون البحر كتبدا تزعزع، هي راه حجرة كبيرة كما كتشوفوا. ها هي هاد الحجرة هادي راه كبيرة سموها الزعلولة حيت فاش كيكون البحر قاصح كطريح فوق منها كتبدا تزعلل كتبدا هي تتحرك ياك السي عبد الحق. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين دابا دابا واحد شويه اللي غادي يبدا يعبر البحر وغادي تريح ديك ديرها تفتح الفرسية وكتبان لي بها تجي الموجه كتقلب هاد لتحت زرف كتبان لي الزعلولة كتبدا ديرها كتبدا تزعلل وما يسميو صيد الزعلولة وهذاك المصيد راه هو اللي فيه الاخوان ما عرفتش واش يبانوا لكم ولا لا موحاش الخربة هذه هذيك راه الخربة كيديرها بالحجر داكشي باش تسمينا الخربة تحت ريب فيها الحجر بزاف تماما تماما. يلا نهبطوا للمصيد ديالنا سير على الله فين هي؟ سيرجيو دوار لتحت ونزل على طيرة كبيرة عالم كاينة شي خلوة لتحت؟ كنجلسو تما وكنصيدو لهاد الشيء ويلي راه صوت تاع البراوة فين هو؟ هو فين نصيدو تلتحت اصطحت ما كلشي اصطح وراه ديال البيلوطه هنا راه جرب لا بيه البيلوطه والو واو تشوفوا في ديك المره كان كيسيت ما كان لحال الكوربيه بسيطه غير هذاك ياك ها؟ بوري يا فوق المبكرية ويلي هانتوما الاخوان سبحان الله العظيم شوفوا هاد الحجر هذا الهندسه ديالو كي دايره ديال الله سبحان الله العظيم سبحان الخالق هو سطيح هنا ديال بيلوطا هنا خلوه ها هي هنا خلوه خاوية هي سبحان الخالق سبحان الله العظيم لا إله إلا الله.
انا طلعت صافي. ها السله واخا انا نجي لها.